مبادرة جيدة جدا. اليوم عبارة عن عزيزة جميع الجهود اللي كانت حاصلة في السنوات اللي فاتت، كانت تسعى إلى نشر ثقافة ورياضة الجولف في المجتمع. فكثير من الجهات اللي كانت موجودة كانت تشتغل وأبذلت جهد الحمد لله، بس اليوم ارتقينا تكاتف الجهود هذه، لأن كل واحد له دور مكمل للآخر. ركزنا أيضا على الجولف لأن الجولف دخلت في ألعاب الأولمبيات السنة هذه، وإن شاء الله تكون لنا فرص كدولة الإمارات وكمواطنين نشارك في الأولمبيات في المستقبل. فخلال المبادرة هذه، خلال التور تشامبيونشيب اللي يكون شهر نوفمبر، خلال وجود المحترفين اللي بيكونوا موجودين في الدولة هني، بنحاول نرافقهم إلى المدارس، نشرح للطلبة كيف المحترف هذا وين وصل في حياته، شو قصته كانت. فبالتالي يمكن الطالب أو الطفل يمكن يتفاهم مع هذا، يكون أبغى أكون مثله، لأن أنت دوم تأخذ الرياضة بناء على القدوة. رياضة الجولف تطلعك، لأن تخليك outdoor، تخليك في الطبيعة. تلعب مباراة الجولف تلعبك 4 ساعات، فبالتالي إنك صبر كثير. رياضة الجولف تعلمك أيضا الثقة، لأن أنت جالس تحكم بنفسك في الرياضة. رياضة الجولف فيها وايد إيجابيات نحن ما تعلمناها في رياضات أخرى. في من السلوكيات أو الأشياء اللي نحن نبغاها نزرعها في الطالب، وهاي مش في الرياضة فقط، هاي بتأخذ معاه أيضا في نهج الدراسي وفي حياته إن شاء الله.